في موضوع متداول في السوشيال ميديا عن التطبيع لإسرائيل، تكلمي لي شو رايك فيه بهالموضوع؟ تخيلي ان دولة الكويت وصفت انها ايقونة في المقاطعة لدولة إسرائيل والتطبيع مع دولة إسرائيل. ليش؟ اسأليني اختي ليش؟ أول شيء إحنا كمسلمين ما نعترف بدولة إسرائيل. في يوم من الأيام في آخر الزمان، هذه من علامات الساعة، إن كل المسلمين أنا وإنتي وكلنا راح نحارب اليهود لدرجة إن كل حجر ينخش وراه يهودي يقول لك أنا يهودي، يقول لك أنا وراي شخص يهودي، عفواً مو أنا يهودي، أنا وراي شخص يهودي. ما عدا شجرة واحدة فقط في العالم كله هي اللي ما راح تنطق أو تعترف على اليهودي اللي خلفها، اسمها شجرة الفرقد. لذلك هم يكثرون من زراعة شجرة الفرقد في كل مكان في العالم، أي مكان يروحونه يحاولون يزرعون هذا النوع من أنواع الشجر. يوم القيامة في أبواب لجهنم، ثمانية أبواب لجهنم، في باب منهم خاص لليهود. الكيان الصهيوني مرفوض، مرفوض تماماً بالنسبة لنا، ولا يمكن نتطبع في يوم من الأيام، لا يمكن نتطبع. أرفض التعامل مع اليهود، وعندما ومش بس اليهود والكيان الصهيوني. والعقوبة نص القانون واضح فيها، العقوبة هني فيها أشغال شاقة مؤقتة مع تكبد كثير من التعويض.